السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع جلسة أعمال جديدة لهذا اليوم نصحبكم فيها لإطلاعكم على آخر الأخبار الاقتصادية الصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بالإضافة طبعا لنظرة متعمقة حول إغلاقات البورصة القطرية مع نهايات جلسة الأمس ونظرة سريعة عن افتتاحيات جلسة هذا اليوم سيصحبني في هذه الجولة نخبة من ضيوفنا الكرام معي هنا في الاستوديو السيد أحمد عقل محلل الأسواق المالية أهلا بك معنا سيد أحمد ومباشرة من موقع بورصة قطر السيد عمر القضاء صحفي بجريدة لوسير القطرية أهلا بك معنا سيد عمر إذا مشاهدينا دعونا نبدأ هذه الجلسة بتذكير حول آخر إغلاقات المؤشر العام للبورصة القطرية والذي استقر عند المنطقة الخضراء في ختام تعاملات ثالثة جلسات الأسبوع هذا وقد صعد مؤشر السوق بنسبة هامشية ليغلق عند مستوى عشرة آلاف وخمس عشرة نقطة تقريبا فيما سجلت أحجام التداول أكثر من 198 مليون سهم بقيمة ناهزت 500 مليون ريال نفذت من خلال 8 ملايين عفوا 8396 صفقة تقريبا. دعم الجلسة ارتفاع خمس قطاعات على رأسها النقل يلي في ذلك الاتصالات فالصناعة ومن ثم العقارات وأخيرا البنوك والخدمات المالية والذي ارتفع بنسبة طفيفة وهامشية بينما تراجع قطاع التأمين والبضائع صعد النقل بحوالي واحد وربع نقطة المئوية لنمو أسهم القطاع الثلاثة على رأسها ناقلات المرتفع بواحد وأربعة عشر النقطة المئوية في المقابل تراجع التأمين بأربعة عشر النقطة لانخفاض عدة أسهم تصدرها العامة للتأمين الأكثر تراجع بحوالي اثنين وعشر النقطة المئوية حول نشاط التداولات تصدر بنك قطر الأول المرتفع باثنين وعشر النقطة الكميات ب 21 مليون و420 ألف سهم فيما جاء كيو بي على رأس السيولة بنحو 65 مليون ريال على الرغم من انخفاضه بقرابة ربع النقطة المئوية سيد عقل دعنا نبدا مع حضرتك هذه الجلسه كيف تابعت جلسه الامس خاصه واننا نكرر ذات السيناريو منذ الاسبوع الماضي الارتفاعات فوق عشرة ألاف نقطه ومن ثم الانخفاض وان كنا مقاربين لسقف هذا المستوى 9950 تقريبا هل سيستمر هذا السيناريو مع تزايد عدد الشركات المفصحه عن نتائجها خلال الربع الثالث من هذا العام بسم الله الرحمن الرحيم وصباح الخير لكم الساده المشاهدين لا شك أن الفترة الحالية فترة مهمة جدا وفترة فاصلة بالنسبة للمضاربين والأهم هي بالنسبة للمستثمرين نحن الآن دخلنا بنتائج الربع الثالث تم الإعلان عنها وهي التي تضع خارطة الطريق واضحة لتوقعات الإعلانات النهائية والتوزيعات وكثير من المحافظ تبدأ تحركاتها والصناديق الاستثمارية الكبرى تبدأ تحركاتها بالتنقل خلال هذه الفترة وخير دليل على ذلك إذا بنشوف نحن مثل مثلا MSCI Morgan ستانلي عنده مراجعتين سنوية رئيسية يتم فيها إدخال وإخراج شركات إحداها تتم بشهر نوفمبر وبالتالي هذه الفترة هي فترة مهمة جدا لأخذ القرارات الاستثمارية على مستوى الأفراد والصناديق بكل الأحوال أنا بشوف أنه أداء السوق حتى الآن ممتاز مستوى العشرة ألاف كنا حكينا قبل في تسعة وتسعمية وخمسين لعشرة ألاف هذه المنطقة هي منطقة مقاومة ليس بالسهولة تخطيها تحتاج إلى زخم شرائي قوي إلى ارتفاع كبير بالسهولة وأخبار إيجابية محفزة طيب. وصلنا لهذه المنطقة هناك عملية مقاومة قوية عم نشوفها وعمليات جني أرباح وبيع بمجرد تخطي مناطق العشرة ألاف ما فوق العشرة ألاف وخمسين أو عشرة ألاف عم نشوف ضغط بيع قوي بنفس الوقت مع الانخفاض ما دون العشرة ألاف عم نشوف زخم شرائي ودعم قوي للسوق أنا بتصور أنه الأخبار القادمة هي من ستحدد الاتجاه الظروف العامة ولكن أميل أكثر إلى الإيجابية يعني اليوم نحن عم نشوف ب بدنا نحكي بشكل سريع عن النتائج التي تم اصدارها بالفترات السابقه بالرغم من ضغوط بعض الشركات على مستوى الارباح شهدنا صعود شركات اخرى واخذ رايه الدفاع عن المؤشر والحفاظ على هذه المستويات بالرغم من انه كان في ضغط ببعض الاحيان من بعض الشركات مثل الوقود وغيرها بنفس الوقت عم نشوف شركات اخرى عم تاخذ آه راية التحرك يعني امبارح او اول امبارح شفنا نتائج شركة ناقلات كانت اكثر من ممتازة هذه النتائج ذهبت بالشركة لدعم القطاع وبالتالي القطاع دعم المؤشر ومثل ما تفضلت كان قطاع النقل من اكثر القطاعات ارتفاعا بجلسة الامس وساهم بحفاظ المؤشر على مستوى العشرة الاف وشفنا سهم ناقلات عم يتحرك وايضا اسهم اخرى بكل الاحوال انا انا بقول انه آه يعني خلال الاسبوع القادم اعتقد ومع اقتراب مؤشر ام اس اي والمراجعه المتوقعه بالفترات القادمه راح نشوف مزيد من التحركات الايجابيه وان شاء الله نشوف تخطي لهذه المستويات مهم جدا عدم كسر مستوى 9950 والا سوف نذهب لاتجاه 9800 كمحطه دعم اولى حتى الان عم نحافظ على هذا المستوى زخم شرائي قوي اللي عم بيصير هلا خلينا نقول هو تهدئه وانتقال من مراكز الى اخرى، الشيء الجميل اللي عم هو انه الاسهم اللي ارتفعت بشكل كبير عم نشوف عليها جني ارباح حتى هادئ يعني، وهيدا بدل على انه هناك اه اتجاه للسيوله من الاسهم المضاربيه الى الاسهم اللي هي استثماريه، عم نشوف قطاع البنوك عم بيتحرك حتى لو بشكل متذبذب ولكن بدا بالتحرك، عم نشوف القطاع الصناعي، بعض الاسهم القياديه مثل بروه عادت للتحرك، هيدا بدل انه الفترة القادمة هي فترة أسهم قيادية وهذا بيعطي زخم للمؤشر المحافظة على مستوياته الحالية نعم على ذكر الأسهم القيادية سيد عمر هل بالفعل بدأنا نشهد إنعكاسا للنتائج المالية على التداولات في السوق خاصة ضمن هذه الأسهم القيادية خاصة شهدنا بالأمس تصدر كيومبي لقائمة السيولة بالإضافة طبعا للبنك التجاري ناقلات وإزدان ما هو تعليقك؟ يعني بداية اسعد الله صباحك وصباح جميع المشاهدين بالفعل احنا اليوم بدأنا نشهد تأثير للإفصاحات المالية للنتائج على المؤشر وعلى حركة التداولات في السوق المحلي. حقيقة جاءت النتائج للربع الثالث إيجابية إذا ما قورنت بالربع الثاني تحديدا والذي شهد ضغوطات نتيجة لفيروس كورونا. حقيقة كيو إن بي مثلا على سبيل المثال حقق ارباح بنحو ثلاثه فاصل اثنين مليار ريال مقارنه باثنين فاصل ثمانيه مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي حقيقه اذا ما تمت استمرار في هذه الايجابيه سنشهد هناك تحرك رهيب وجيد على الاسهم القياديه والاحتفاظ بها لغايات توزيعات الارباح في نهايه العام الحالي نعم سيد احمد على ذكر نتائج مراجعه ام اس سي اي خلال الأسبوع المقبل لدينا عدد كبير من الإفصاحات حوالي 29 شركة ستفصح عن نتائجها للربع الثالث من العام الجاري عقبه في العاشر من نوفمبر نتائج مورغان ستانلي كيف تتوقع تعاطي السوق مع تلك التغيرات القوية والمتلاحقة؟ شوفي بشكل سريع بالنسبة لموضوع النتائج كل شركة سوف تتعامل على حدة مع النتائج الموجودة إلى بناء على التوقعات يعني اليوم المقارنات عم بتصير أكثر بين التوقع وما هو معلن يعني الحقيقي وليس فقط بين نفس الربع من العام الفائت والربع من العام الحالي يعني المقارنات عم لانه نحن شفنا ضغوط اسعار على بعض الاسهم وهذا بخلي انه نسبه العائد الى السعر اصبحت اقل بكثير مما كانت عليه بالتالي انا بتوقع انه شركات كثيره خاصه على مستوى القطاع البنكي او المصرفي من بعد الاعلانات رح نشوف لها تحرك ايجابي وحنشوفها عم تطلع بهدوء حتى وصولها لمستويات جيده نفس الشيء بالنسبه للقطاع الصناعي اللي بتوقع انه نتائجه حتكون افضل من الربع الثاني قطاع النقل بدات نتائجه بشكل واضح مع شركه ناقلات ومع المخازن وبالتالي من الواضح انه التحسن الكبير على مستوى هذه القطاعات موجود بالربع الثالث فانا اعتقد انه الفترة القادمة سوف تكون ايجابية على مستوى اعلانات النتائج بشكل عام. على مستوى مراجعة مورغانستان ستانلي، مراجعة مهمة جدا، نحن بنعرف انه كل سنة مورجان ستانلي عندهم أربع مراجعات. مراجعتين فرعيتين اللي هن عادة بتموا بشهر أغسطس بشهر ثمانية وبشهر آه خمسة اللي هو لا, آه لا يعني شهر فبراير وشهر اغسطس اللي هن الشهر الثاني والشهر الثامن ومراجعتين رئيسيتين بتم عادة بشهر مايو وبشهر نوفمبر شو يعني مراجعة رئيسية ومراجعة فرعية بشكل سريع المراجعة الفرعية بيكون فيها بشكل عام ممكن تغيير أوزان بسيط أو تغيير أوزان لبعض الشركات الداخلية المراجعات الرئيسية لا بيكون فيها إدخال شركات إلى المؤشر وإخراج شركات من المؤشر وبالتالي تأثيرها وحجم السيولة المتحركة بناء للمراجعات الرئيسية بتكون أكبر بكبير يعني بكثير حتى المراجعات الرئيسية بتم فيها ببعض الأحيان إدخال أسواق وإخراج أسواق يعني هي مراجعة رئيسية بكل ما تحمل الكلمة من معنى على مستوى تغيرات كبيرة ممكن أن تحدث طيب المراجعة الرئيسية السابقة كنا بشهر مايو كنا بعز فترة الكورونا وبالتالي لم نشهد تغيرات كثيرة لأنه كانت الأوراق مخلوطة فأنا أعتقد أن هذه المراجعة سوف تحمل في طياتها تغيرات لمراجعتين في باطن الأمر وهذا اللي ممكن نشوفه خلال هذه الفترة وهذا راح يخلي خلينا نقول المضاربين والمستثمرين عم يبنوا توقعات وهناك الكثير من التوقعات لهذه التغيرات اللي ممكن تحدث وهذا اعتقد راح تسبب حركه بعض الاسهم خاصه بفترة العشرة أيام الأولى من شهر نوفمبر يعني أسبوع تقريبا ما قبل المراجعة اللي هي من المتوقع تتم يوم عشرة نوفمبر حتى الآن المراجعة حسب ما معلن من قبل MSCI نعم طيب مشاهدينا دعونا نستعرض واياكم مجموعه من الاعلانات او الافصاحات للشركات القطريه المدرجه في بورصه قطر حيث اعلنت شركه الخليج للمخازن عن البيانات الماليه الربعيه للفتره المنتهيه في 30 من سبتمبر 2020 حيث بلغ صافي الربح 171 مليون و59 الف ريال مقابل صافي ربح قدره 181 مليون وتسعمائة وسبعة وعشرون ألف ريال لنفس الفترة من العام السابق ما بلغت ربحية السهم 29 درهم في الربع الثالث من عام 2020 مقابل 31 درهم عن نفس الفترة من العام الذي سبقه كما أفصح البنك الأهلي مشاهدين عن بياناته المالية للفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر من هذا العام حيث بلغ صافي الربح مبلغ وقدره خمسمائة وخمسمائة مليون وثمانمائة ألف ريال قطري مقابل صافي ربح قدره 544 مليون ونصف المليون ريال لنفس الفترة من العام السابق ما بلغ العائد على السهم 20 درهم و أعشار الدرهم في الفترة المالية المنتهية في 30 من سبتمبر من هذا العام مقابل عائد على السهم بلغ 22 درهم 14 درهم لنفس الفترة من العام السابق فيما افصحت المجموعه للرعايه الطبيه عن بياناتها الماليه للفتره المنتهيه في 30 من سبتمبر 2020 حيث بلغ صافي الربح 49 مليون و600 الف ريال مقابل صافي ربح بلغ 44 مليون ريال لنفس الفتره من العام السابق كما بلغ العائد على السهم ثمانية عشر درهم للسهم الواحد في الفترة المالية المنتهية في الفترة المذكورة مقابل عائد على السهم بلغ ستة عشر درهم لنفس الفترة من العام السابق سيد عمر دعنا نتحدث عن كل النتائج مالية آه آه ولكن بشكل سريع ما هو تعليقك على نتائج شركه الخليج للمخازن سجلت ارباحا بقيمه 171 مليون ريال آه لنشا التراجع بنسبه 6% مقارنه بالفتره المناظره لها من العام الماضي وان كان هناك آه نوع من الظلم لمقارنه آه آه الربعين او النصفين مع بعض. بالتاكيد يعني احنا في نوع من الظلم لانه التحديات خلال الفتره الحاليه وخلال العام الحالي شهدنا هناك ضغوطات كبيره وتحديات كبيره شهد قطاع اللوجستيات وقطاع النقل على المستوى العالمي وليس فقط على مستوى المحلي حقيقة الشركة اليوم بالرغم من التراجع هي حافظت على عملياتها التشغيلية هي إحدى الشركات الكبيرة وإحدى التي تمتلك أكبر المشاريع اللوجستية في الدولة وهي أيضا كما تم الإعلان عنها مؤخرا هي المزود الرئيسي لخدمات اللوجستية لكأس العالم 2022 سيكون لهذه الشركة خلال الفترة المقبلة تحسن مع عودة الحياة إلى طبيعتها الاقتصادية في العديد من الدول وعودة حركة النقل واللوجستيات إلى سابق عهدها ولو نسبيا من ما سنشهد في الربع الأخير من العام الحالي لربما تحسن في أداء الشركة خلال الأشهر المقبلة نعم سيد عقل البنك الأهلي والذي أعلن عن نتائجه المالية اليوم فيما ننتظر نتائج ملاحه وودام على الرغم من تراجع افصاحات او ارباح البنك الاهلي خلال التسعه اشهر الاولى من هذا العام نشهد ايضا اداء ايجابيا على صعيد الربع الثالث بشكل منفصل. لا شك لا شك يعني انا بشوف انه نتائج البنك الاهلي ممتازه جدا خاصه بالنسبه للربع الثالث. يعني نحن اذا بدنا نرجع شوي لسنه 2018 بنشوف انه البنك الاهلي بالربع الثاني حقق اقل نتائج كانت موجوده منذ العام 2018 على الاقل يعني انا راجعت 2018 19 20 اقل الارباح كان الربع الثاني من العام الحالي 114 مليون ارباح كما كان الربع الثاني هو الاقل منذ 2018 ب 114 مليون كان الربع الثالث هو الاعلى ارباحا منذ 2018 206 مليون فخلينا نشوف الاداء القوي اللي استطاع تحقيقه بالربع الثالث هو افضل الارباع على مستوى الارباح منذ العام 2018 نحن عم نقول 2018 كانت سنة رواج وكان هناك نمو وجميع الشركات لم يكن هناك أي أزمة مالية أو كورونا حتى 2019 بالفترات الكاملة تقريبا بالتالي البنك عاد بقوة خلال هذا الربع ليثبت انه الربع الفائت كان حاله استثنائيه عم بمر فيها القطاع البنكي والبنك الاهلي بالتحديد على مستوى الضغوطات التي واجهتها معظم المؤسسات الماليه بالعالم، فهون هذه القوه بالعوده وتحقيق ارباح هي الاعلى منذ عام 2018 على الاقل انا بشوف انه يعطي صوره ايجابيه وتفاؤليه للفترات القادمه بانه اذا استمر البنك بالقدره على تحقيق نفس مستويات الارباح راح نشوف اداء قوي على مستوى الربع الرابع وراح نشوف عوده لتقريبا نفس مستويات ارباح السنه الفائته مع نظره جيده للمستقبل لانه بالنهايه هذا النمو الكبير الذي تم خلال هذه الفتره يعني انتهاء الجائحه بشكل عام او على الاقل القدره على تخطيها والمرونه بمواجهتها. فانا بشوف اداء قوي جدا حتى العائد الى السعر على السهم بالنسبه لسعره ممتاز جدا انخفاض 8% يعني يعتبر قابل للاغلاق بخلال اخر العام وانا هذا اللي بتوقعه يعني معظم القطاع البنكي بالتحديد البنك الاهلي ممكن نشوف مع نهايه العام عم بحقق نتائج يمكن نمو او انخفاض 1 ل 2% اللي هو نحن بنسميه استقرار على مستوى الارباح ايضا اذا بنشوف يعني بضمن قوائم الماليه اللي هي معدلات الاقراض والعائد الى السعر وايضا الايداعات او الودائع الى الاقراض بنشوف انه كلها اجمالا عند مستويات جيده على مستوى اداء البنك. نعم، سيد عمر كيف تابعت النمو المحقق على صعيد ربحيه شركه الرعايه الطبيه التي افصحت عن بياناتها بالامس؟ يعني إحنا عندما نتابع اليوم أي نتائج لشركات محلية لا بد ربط من فيها الإجراءات الاحترازية التي تمت في الدولة نتحدث اليوم إحنا مع بداية الربع الثالث تم عودة القطاع الخاص الطبي للعمل. وبشكل تدريجي هذا الامر كان له انعكاس مباشر حقيقه على اداء شركه الرعايه الطبيه والتي هي تمتلك ايضا المستشفى الاهلي عادت هناك العوده الى الاعمال تمارس اعمالها بشكل طبيعي وخلال الربع الثالث الامر الذي ادى الى انعكاس هذا الامر على اداء الشركه، الشركه سيكون لها خلال الفتره المقبله باعتقادي مزيد من الاعمال ومزيد من الارباح نتيجه للسياسه التي تقوم بها خلال الفتره الماضيه والتي اثبتت نجاحتها خلال نجاعتها خلال الفتره الماضيه من الربع الثالث من العام الحالي. نعم. في شأن آخر مشاهدينا أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف أنه قد أكمل وبنجاح إصدار سقوق لأجل خمس سنوات بقيمة سبعمائة وخمسين مليون دولار أمريكي بمعدل ربح واحد وتسعة عشر في المائة سنويا هو ما يعادل هامش. ائتمان يبلغ 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايدة النسبة الثابتة والمتغيرة لأجل خمس سنوات، وقد تم تنفيذ هذا الإصدار بموجب برنامج مصرف قطر الإسلامي المصرف لإصدار السقوط بالدولار الأمريكي، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 4 مليارات دولار أمريكي، والمدرج في بورصة يورونيكست دبلن، ويعتبر معدل الربح الذي تم التوصل إليه بإكمال هذا الإصدار هو الأدنى على الإطلاق معدل ربح يدفعه المصرف على إصداراته من السقوق ذات السعر الثابت وهذا هو الإصدار العام الثاني للمصرف في عام 2020 وذلك بعد إصدار سقوق فورموزا الأولى من نوعها في وقت سابق من هذا العام وقد كان طلب المستثمرين قويا ووصل طلبات سجل طلبات الاكتتاب إلى مليارين و مليون دولار أمريكي ما يمثل اثنين وتسعة من عشرة مرة من قيمة الاكتتاب من حوالي 100 مستثمر سيد أحمد كما ذكر الخبر نسبة تغطية كبيرة لسقوق المصرف الإسلامي وفق معدل للربح هو الأدنى في تاريخ إصداراته ما هي الفائدة وراء تنويع الأدوات التمويلية ومدى إنعكاسها على محفظة المصرف؟ أول شيء لا شك أنه موضوع التمويل والأدوات التمويلية مهم جدا خاصة للقطاع البنكي لأنه نحن نعرف أن الفرص الاستثمارية لهذه القطاعات موجودة وبشكل كبير وعملية التمويل والحصول على السيولة بشكل عام يكون الغرض منا إما تأمين سيولة لعمليات قادمة أو التوسع على مستوى الانتشار وفتح فروع جديدة والبحث عن خطط استثمارية وإذا بدك أدوات استثمارية أساسية مهمة جدا وبالتالي أنا دائما على مستوى الشركات ذات الكفاءة التشغيلية المرتفعة واللي المصرف يعتبر أحد أهمها باعتبر انه الحصول على اي ادوات تمويليه يعتبر شيء ايجابي يساهم في المستقبل برفع مستوى الايرادات طيب اليوم المصرف بشكل عام بنشوف انه اذا اذا بنراجع ارباحه على مستوى الفترات السابقه بنشوف انه هو احد الشركات اللي عنده نمو متوازن ودائم يعني في عنده استدامه بتحقيق نمو وارباح جيده على مستوى الفترات السابقه بنشوف حتى في ظل ازمه كورونا الحاليه والضغوطات الكبيره التي واجهتها معظم المؤسسات الماليه حتى التسعه اشهر كان في عنده استقرار بارباحه تقريبا قريبه من العام الفائت 2.2 مليار تقريبا وعائد على السهم وصل لحوالي 94 او 95 درهم تقريبا عائد على السهم يعني ما يعادل تقريبا 9.5 ريال قبل التوزيع قبل التجزئه سوري طيب أنا بقول إنه هذه الأدوات مهم جدا تنويعها أساسي الفرق بين الصكوك وبين السندات وبين القروض العادية وبين الأسهم كبير جدا ببعض الأحيان بيكون على مستوى اللي هي قيمة وعملية التمويل نفسها ببعض آخر على مستوى تحمل المخاطر الموزع بين أكثر من جهة ببعض الأحيان على مستوى طرق السداد يعني اليوم القروض العادية ممكن بتم سدادها على مراحل ببعض الأحيان السندات أو السكوك بتم دفع فوائدها أو أرباحها فقط بفترة معينة الأرباح ومن ثم يتم دفع قيمة القرض أو الاقتراض كامل أو المبلغ كاملا لا. بآخر المدة هذا بي بيؤدي لتأمين سيولة على مستوى فترات طويلة الفروق كبيره نعم. على مستوى تحمل المخاطر اساسا على مستوى طرق السداد وعلى مستوى الفوائد حتى او الارباح المتوقعه تحصيلا نعم. من هذه العمليات وضحت واليكم مشاهدينا خبر اخر ايضا متعلق بالقطاع البنكي حيث اعلن البنك الدولي الاسلامي عن بدايه تطبيقه للمرحله الثالثه من نظام سويفت جي بي اي للمدفوعات في عملياته بما يتيح امكانيه تاكيد الائتمان للمدفوعات الوارده ويوفر للعملاء مزيدا من ربح الوقت في انجاز عملياتهم البنكيه وبموجب المرحله الجديده من هذا النظام الذي بدات مرحلته الاولى في شهر فبراير الماضي اصبح بالامكان ارسال التاكيدات الى البنوك التي قامت بالتحويل بسرعه ودقه وارسال تاكيدات عن إيداع الأموال في حسابات العملاء لدى البنك الدولي الإسلامي وفي حال تعليق هذه المدفوعات لأية أسباب، الأمر الذي سيسهل على العملاء والبنك إمكانية التحقق من معاملاتهم ويقلل من تكلفة متابعتها. إذا مشاهدينا دعونا الآن نستعرض وإياكم المؤشر العام للسوق القطري والذي افتتح هذه الجلسة منذ ربع ساعة تقريبا مستقر عند مستويات عشرة ألاف ونقطة واحدة نشهد اليوم تراجعات بعشرين نقطة المئوية عمليات جني أرباح على ما يبدو على القطاعات على صعيد القطاعات المتحسنة مع نهاية جلسة الأمس الأكثر ارتفاعا لهذه الجلسة الإجارة يشهد ارتفاع بحوالي ثلاثة في في الرعاية اثنين ونصف في اعمال اثنين وربع نقطه وبنك قطر الاول يرتفع بواحد ونصف النقطه المئويه فيما يتصدر سهم المستثمرين القائمه الحمراء مع تراجعات باثنين وربع نقطه قطر للتامين بحوالي اثنين في المئه المتحده ثالثا سته اعشار وملاحة بستة أعشار النقطة والتي ستفصح اليوم عن بياناتها المالية الأكثر نشاطا من حيث السيولة سعيد هناك نشاط كبير عليها ومن ثم ملاحة قطر الأول ثانيا ومن ثم الإجارة فقمكو وأيضا مصرف الريان خلال هذه اللحظات دعونا نشاهد ونتابع معكم مجموعه من اخبارنا لهذا اليوم فقد عقد سعاده المهندس سعد بن شريد الكعبي وزير الدوله لشؤون الطاقه امس مباحثات مع سعاده السيد كاجيا ماهيروشي وزير الاقتصاد والتجاره والصناعه في اليابان تناول الاجتماع الذي تم عن بعد باستخدام تقنيه الاتصال المرئي مختلف اوجه التعاون الثنائي بين دوله قطر واليابان في مجال الطاقه وسبل تطويرها في شان اخر شاركت دوله قطر في الاجتماع السابع عشر لاصحاب السعاده رؤساء دواوين المراقبه والمحاسبه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الذي عقد امس عبر تقنيه الاتصال المرئي تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها مذكرة الأمانة العامة بشأن الرقابة المشتركة ومقترح نشر التوعية والمعرفة بممارسة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة وموضوعات المسابقة الخامسة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة وتم اتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة بالإضافة إلى متابعة القرارات السابقة التي تم اتخاذها من قبل أصحاب السعادة رؤساء الدواوين للنظر بما تم بشانها. في شان او ملف البنيه التحتيه افتتحت هيئه الاشغال العامه اشغال تقاطعي الوعب ومريخ بشكل كامل امام الحركه المروريه ضمن اعمال مشروع محور صباح الاحمد تضمن الافتتاح الجديد اطول جسر في قطر بطول كيلومترين وستمائة متر. بافتتاح تقاطعي الوعب والمريخ ضمن مشروع محور صباح الاحمد يمتد اطول جسر في قطر على مسافه كيلومترين و600 متر وصولا الى تقاطع المكافحه. يتالف هذا الجسر الحيوي من اربعه مسارات في كل اتجاه ليوفر تدفقا مروريا حرا امام القادمين من طريق سلوى والوعب في اتجاه الريان وطريق الريان والعكس. تم افتتاح جسرين علويين، الجسر العلوي الاول اللي هو بطول 1140 متر هو ينقل الحركه من معيذر الى الريان، والجسر العلوي الاخر بطول 740 متر ينقل الحركه المروريه من السد و22 فبراير الى طريق سلوه، وكما ان تم افتتاح خمسه جسور اخرى، هذه الجسور تعتبر مداخل ومخارج لمحور صباح الاحمد لتسهيل الحركه المروريه على المحور. وعقب تحويلهما إلى تقاطعين متعددي المستويات يتألفان من ثمانية جسور وإشارتين ضوئيتين رئيسيتين، أحدث تقاطعا الوعب والمريخ تغييرا جذريا في المنطقة بعد تحويل دوار الخوية إلى تقاطع من مستويين وتقاطع الوعب إلى تقاطع من ثلاثة مستويات لتوفير خيارات بديلة وآمنة أمام رواد الطريق. تقاطع الوعب هو يسهل الحركة المرورية لمحطات المترو الخط الذهبي مثل محطة الوعب ومحطة السودان وكما أنه يسهل الحركة المرورية على 22 فبراير بحيث أن الشارع يكون متوازي ل 22 فبراير فهو يعتبر خط بديل لأنه ممكن استخدام تقاطع الوعب وتقاطع مريخ بحيث أنه تفادياً لتقاطع ناصر بن سالمين وتقاطع الريان على 22 فبراير ويمتد مشروع محور صباح الأحمد من مطار حمد الدولي حتى تقاطع أم لخبة بطريق الدوحة السريع لمسافة تتجاوز 25 كيلو متراً والذي سيساهم بشكل كبير عند اكتماله العام المقبل على الحد من الاختناق المروري الذي يشهده طريق الدوحة السريع خصوصاً شارع 22 فبراير. سيد عمر كما شاهدنا انجاز جديد لاشغال الذراع الاستراتيجي للدوله في مجال البنيه التحتيه الى اي مدى تخدم هذه المشروعات من بنيه تحتيه وجسور النمو المضطرد في القطاع العقاري والتمسع عفوا التوسع العمراني الذي تشهده الدوله بالفعل يعني كما هو معروف فان النقل هو عصب الحياه فوجود مثل هذه الجسور وهذه الطرق والبنيه التحتيه في مختلف مناطق الدوله ستؤدي بالفعل الى تنميه عقاريه متزايده اقبال من قبل المواطنين ومن قبل المقيمين على شراء العقارات هناك والبدء بحياة مختلفة بالإضافة إلى أنها ستشهد أيضا تخفيف للحركة المرورية وأيضا تعزيز من التجارة خلال في دولة قطر هذه الجسور لها أثر مباشر على حياة المواطنين وعلى الاقتصاد بشكل متوازي لأن النقل ووجود البنية التحتية يعزز من الاقتصاد الوطني ويعزز من العديد من القطاعات وأبرز هذه القطاع العقاري الذي يشهد الآن نمو حقيقة مضطرد خلال الفترة الماضية لا سيما مع صدور العديد من القرارات التي من شأنها تحسين أداء هذا القطاع الحيوي في دولة قطر نعم. في شان اخر مشاهدينا وقعت وزاره التجاره والصناعه مذكره تفاهم مع مجلس قطر للبحوث والتطوير بهدف تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الصله بالبحوث والتطوير والابتكار وتعزيز قيم الملكيه الفكريه، تتمثل اهم بنود المذكره في توفير البيانات وتبادل المعلومات والوثائق بشان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ننتقل مشاهدينا إلى الأسواق العالمية فقد صعدت أسعار النفط بنحو واحد ونصف في المئة عند تسوية التعاملات مع عودة الآمال بصفقة تحفيز في الاقتصاد الامريكي رغم تسارع معدلات اصابه كوفيد 19 حول العالم عند التسويه ذات سعر عقد خام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنحو 1.3% اي ما يوازي 54 سنت للبرميل ليصل الى 43 دولار و16 سنتا للبرميل كما ارتفع سعر العقود المستقبليه لخام نايمكس الامريكي تسليم شهر نوفمبر بنحو 1.5% اي ما يعادل 63 سنت ليصل يصل الى واحد واربعين دولار وسته واربعين سنتا للبرميل في اليوم الاخير لهذا العقد في السوق الأمريكي ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند نهاية تداولات الثلاثاء وسط إشارات بشأن إحراز تقدم بين الديمقراطيين والبيت الأبيض في مفاوضات حزمة التحفيز الإضافية المرتقبة عند الإغلاق صعد مؤشر داو جونز بنحو 14% أي ما يعادل زيادة بحوالي 113 نقطة و14 نقطة ليصل لمستوي 28308 نقاط بعد ارتفاع بنحو 360 نقطة في وقت سابق من التعاملات في حين ان مؤشر ستاندر اند بورس 500 ارتفع بنحو نصف النقطه المئويه اي ما يعادل سته عشر نقطه وعشرين نقطه ليصل الى 3443 نقطه بينما زاد مؤشر نزداك باكثر من ثلث في المئه اي ما يعادل 37.16 نقطه وسته عشر نقطه مسجلا احد عشر الف نقطه سيد عقل يبدو أن أسواق المال بدأت تعود من جديد للتفاؤل مع قرب الإعلان سواء عن لقاح جديد لفيروس كوفيد أو إقرار حزمة تحفيز مالية جديدة في الأسواق الأمريكية هل نتوقع استمرار هذا التعافي على مستوى الأسواق المالية؟ أنا بالنسبة إلي بتوقع أن هناك استمرار بهذه النوع من التحرك حتى ممكن نشوف قمم جديدة للداو جونز من الآن حتى موعد الانتخابات الأمريكية اللي هي ممكن تكون فترة فاصلة على مستوى تحركات الأسواق للفترات القادمة نحن بنعرف أنه الحملة الانتخابية لترامب الرئيس الأمريكي الحالي قائمة على فكرة الاقتصاد القوي وتأمين الوظائف والعمل على دعم المستثمرين والشركات الكبرى وهذا الموضوع أعتقد يعني اللي استمر طول فترة الولاية السابقة لن يتغير خلال العشرة إلى خمسة عشر يوم القادمة اللي هي ستكون فترة حاسمة على مستوى الانتخابات الأمريكية بالعكس ممكن نشوف زخم على مستوى آه الأخبار الإيجابية لرفع الأسواق إلى معدلات غير مسبوقة بالداو جونز يعني ممكن جدا نشوفه عم يرجع لفوق مستويات 30 ألف مرة أخرى بكل الأحوال أنا بقول أنه آه يعني خاصة بموضوع الحزم الموجودة هي لها تأثير كبير ولكن بكل الاحوال خلينا نشوف هذه الفتره وما بعد الانتخابات نعم. الامريكيه سوف تكون الصوره اوضح للنتائج لم... ل... آ... المحققه للشركات نعم انطلقت مشاهدينا بالمؤسسه العمل الحي الثقافي كتار النسخه الرابعه من معرض كتار الدولي للصيد والصقور السيله 2020 بمشاركه 120 شركه دوليه تمثل كبريات الشركات المتخصصه في الصيد ولوازم الصقور من 13 دوله فلنتابع لم يمنع انتشار وباء كورونا من تنظيم النسخة الرابعة من معرض قطر الدولي للصقور والصيد، الذي بات موعدا سنويا ينتظره العارضون والزوار عبر العالم بتلهف، لكن إجراءات السلام التي فرضها الوباء تركت بصماتها على هذه النسخة. التثبت من اللون الأخضر لتطبيق احتراز وارتداء الكمامة والتسجيل المسبق عبر موقع المعرض لزيارته، كلها إجراءات فرضها سياق لكن المعرض مستمر. الحمد لله في ظل هذه الجائحة وفي ظل هذه التحديات استمرارية معرض الصحيح أصبح رقم على خريطة المعارض الدولية وبسبب التعاون الجميع استطعنا أن نقيم هذا المعرض هذه السنة بجميع الاحترازات وبجميع سلامة أمن الجمهور نفسه شركات عالمية ومحلية مهتمة بمستلزمات رحلات الصيد البري والبحري تشارك في النسخه الرابعه من معرض السيل للصقور والصيد اضافه الى شركات السيارات المجهزه للرحلات البريه كثير من الشركات الدوليه بسبب الثقه الكبيره بهذا المعرض ابدت استعدادها للمشاركه في هذه الظروف، الحمد لله عندنا اكثر من 12 دوله من العالم، اكثر من 120 شركه بجانب كثير من الحرفيين اللي يقدمون هذه الصناعات اللي مختصه في الصيد، ايضا الشركات الوطنيه شركات كبيره جدا تطورت مع نسخ سهيل الاربعه معرض سهيل الذي يعد اهم المعارض الدوليه في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجال الصيد والصقور استطاع على مدى السنوات الاربع الاخيره ان يكرس نفسه وجهه اولى للعارضين والمهتمين بالصقور والصيد من داخل وخارج الدوله والله المعرض هذا عالمي وبمناسبه المرض الكورونا حتى ناس جونا من دول خارج البلد عندك عارضين الصقور الاسلحه اشياء كثيره اشياء كثير والمعرض عالمي انا رابع سنه أ... 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 اشارك فيه واعطاني خبر بعد المعرض هذا نفكر حق معارض خارجيه قطر بعد اذا كانت تكون قررنا المجيء رغم جائحة كورونا لنشارك في معرض كتار للصقور ونعرض الخبرة الفرنسية والأوروبية في مجال الصيد لم تكن الإجراءات عادية نظرا لانتشار الوباء لكننا استقبلنا في أحسن الظروف وقد اتخذت كل الإجراءات الإدارية من أجل ذلك وتشتمل نسخة هذا العام من معرض السهيل على مجموعة من الفعاليات الرئيسية والأنشطة المصاحبة التي تسعى إلى تلبية احتياجات ومتطلبات الصقارين والهواة والمهتمين في قطر والعالم إلى جانب برامج ثقافية وفعاليات تراثية مصاحبة تتيح التعرف على مختلف ملامح التراث المحلي الأصيل ومهارات الصيد ومعداته ولوازمه في تجربة تثقيفية تجمع بين الأصالة والمعاصرة بهذا الخبر ننهي مشاهدينا جلسة اعمالنا لهذا اليوم نشكر ضيوفنا الكرام السيد احمد عقل محلل الاسواق الماليه والسيد عمر القضاه صحفي بجريده الوسيلة القطريه شكرا جزيلا لكم والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعه الى اللقاء